طبعا يعني الكلمه اللي ترددت اكتر من مره في حلقه النهارده سواء على لساني انا ونهاوند او حتى في التقرير وبطبيعه الحال كل الاهلاويه والزملكاويه عارفينها هي علاقه الموده والاحترام اللي بتتمتع بيها عائله بل امبراطوريه امام من قبل الجميع اهلاوي وزملكاوي كبير وصغير ودي حاله مش بتتكرر كتير مع نجوم كره القدم فعلا. فعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذه العلاقه المحترمه وحتى لو حاولنا نشخصن الامور عشان بس نقرب وجهات النظر ما تيجي نبتدي بالعلاقة الطيبة اللي كانت بتجمع بين كابتن حمادة إمام وبين كابتن صالح سليم. أكيد يعني فعلا حضرتك أشرت نقطة مهمة جدا وريت تعود هذه العلاقات الطيبة بالذات كمان بين الجماهير يعني مهم جدا الجمهور يبقى مستوعب هذا. علاقة حمادة بكثير من القيادات في النادي الأهلي يعني منهم على سبيل المثال طبعا كابتن صالح سليم وكما يقال يعني انه كابتن صالح كان دائم التواجد في نادي الزمالك لزياره كابتن حسن حلمي وكان يتواجد لزياره حماده علاقه جميله ومحترمه بين وكان دايما يداعب حماده يقول له عايزين حازم بقى عندنا حماده يقول له ابدا عيله سليم ما بتجيش عيله في الزمالك وقالت امام ما تروحش الاهلي يعني مداعبات جميله كده هشير برضو لعلاقه طبعا جميله كابتن الخطيب رئيس النادي الحالي وعلاقته في السراء والضراء يعني حضر فرح حازم واحنا حضرنا فرح بنته طبعا في الضراء بلا ما حماده توفى الحقيقه هو وجميع قيادات الاهلي واللاعبين كان تواجد في الوفاه في حتى المقابر دي يعني موجود معانا فلا انسى له هذا الفضل يعني. عايزه برضو كابتن طارق سليم الراحل الكريم تخيل حضرتك ان يوم الوفاه يعني حماده توفى مثلا 3 بعد الظهر كان عندنا الساعه 4 بالكرسي ومش قادر طبعا هو كان وحازم نزل له تحت يعني يا كابتن خلاص كتر خيرك لا يمكن طلع لغايه حماده وقبل جبينه ويعني طبطب عليه وجي برضو العزاء ف يعني الرقي في الاخلاق والاحترام الراحل الكريم كابتن عادل هيكل ده كان بقى دفعتي بس احنا حصلنا لان هو دايما الرياضيين ساعات يتاخروا في التعليم شويه فبقينا معاه يعني فاستعان بينا بقى انا كنت الاولى على دفعتي فبقينا نديله بقى المراجع والكتب وظل الى النهايه يقول الفضل يرجع لماجي الحلواني اللي نجحتني في قسم الصحافه معانا في كليه جميل. الاداب يعني كابتن مثلا ميمي الشربيني بحبه جدا لانه هو اللي اعطى الحازم سيت كده واسماء كبيره في اللعب الامبراطور يعني في تعليقاته جميله وناقص يكلمها الكوره ساعات حتى كنت اتخانق مع حماده مش اتخانق يعني اقول له يعني كابتن الشربيني بيدي له حقه ادي له انت شايف فحماده كان يحرج يقول لي انا ابني ما اقدرش اعبر بالحفاوه دي زي كابتن شربيني فكان بحبه جدا في تعليقاته اللي فعلا ادى الحزم فيها يعني فوق حتى ما يستحق الحقيقه امبراطور والكلام الجميل لا هو كابتن حازم يستحق صراحه يعني بجد من الشخصيات اللي عندها كاريزما داخل الملعب وخارج الملعب ففعلا شخصية كابتن شوبير برضو لا انسى له كلمه يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام الجميله دي فكابتن سمير زاهر الله يرحمه رئيس الاتحاد عملت معاه طبعا كنت عضو في اتحاد كرة القدم وهو اللي اختارني شخصية جميلة جدا ويعني صديق عزيز لحمادة كانوا دفعة واحدة في كلية الحربية فأنا صديقة لزوجته طبعا دكتورة فاطمة القليني فمجموعة الحقيقة يعني مش عايزة أنسى من الشخصيات الجميلة طبعا من الجيل الحالي بقى بحب جدا كابتن عماد متعب مثلا زميل حازم حاليا في قناه يعني طبعا. رياضيه لاعب جميل ومهذب وحتى في تحليلاته تحس متوازن عملي كده يعني فمجموعه كبيره بقى فده اللي الحقيقه زي ما الاهلاويه بيحبوا عيله امام برضو احنا زملكاويه نحب مجموعه المحترمه الجميله طبعا شخصيات لا يمكن طبعا لاي نادي يعني.